إحراق دبابة العدو، إحراق دبابة العدو. يوم السبت. فعلها مرة في البرج ضربها مرة هاي
اذن 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 الله أكبر أينهم الله أكبر رقم هي بعد يلا يا يا قدي بعد هي بعد يا قدي اللي بتجي فوقهم يا جماعة هذا حرب هذا ما تحط الصاروخ خذيها يلا يلا فوق ما تحط الصاروخ من هذا اللي حطه وأنا أنا أدرى أخذ حق بعدي بالصاروخ يلا هي هذا المشط ذيك الخارج لا تهدها المشط هذا الخارج يا حق تهدى إنها اللي تهدبت لا ما عليك ضربت ذيك هدبت يا أبو أبي الناس راح لا أخذنا خبانا خلاص الدار الإيراني ما هو منها نحن الآن على موقع العدو. تعال أحمد تعال. على. مؤمن مؤمن أبو حسين معنا ها لا لا وين أحمد تبقى قدامه خلي أحمد لا هو من يباع نفسه لا ما توك يباع حديك ما توك شيء هذا ها Thank you.
هذا الدبابة تم إحراقها من قبل اليمنيين في المركز السعودي المتجبر الطاغي. هذه الدبابات تهرب. خرج نقص حوالي 20 ورجع شمال 20. وين الطنحات يا صقر ثلاثة؟ وين الطنحات؟ منو قدام وصلنا جنبها وش عاد يشتم؟ وصلنا جنبها سعد والله هذه نحن محتاجين غزوة. توكل يا غالب. رسالتك مقبولة إن شاء الله. وصلنا ما نوصل بتوصل لنا. جيت من علي يريك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اليوم تاريخ 6/11/2015 انظروا إلى الدبابة وهي مفجرة لقد تم اعطابها وتفجيرها.